موضوع الاضطهاد الفكري ضد المرأة وارتباطه إن الاضطهاد جاي من قوامة الرجل أصلاً. العنوان يخوف، والعنوان فيه نوع من أنواع عارفة أنت كده اللي نيجي نقول الخدع الكلامية. نعم. لما بنتكلم الأول عن اضطهاد تعال نفسر العنوان وبعدين نجاوب على السؤال. تمام. معنى الاضطهاد الفكري يعني إن أنا أحرم المرأة من إبداء رأيها، أحرمها من مجرد التمايز، في تمييز سلبي عليها، في وصم ليها كامرأة. أنا عايز أقولك يعني إن أيام النبي عليه السلام كانوا في برا بيقولوا في الغرب يا ترى المرأة إنسان ولا كائن آخر خلاف الإنسان. يعني موضوع تحرير المرأة في عصر الرسالة أو تحرير فكر المرأة أو كلام إن أنا اضطهد فكر المرأة، الأمر ده أمر جلل على فكرة. ممكن معلش سامحين، ممكن يستخدم بميزان ضد أنا والتعلية فيه، وده اللي عمله النسوية على فكرة. إحنا مش ضد أي حاجة ولا أي معنى ولا أي قيمة ولا أي شعار يعتل كل واحد زي حق حق، ولكن بما قال الله وقال رسول الله. لكن اللي بيشطح بعيد عن الكلام نتيجة للظلم أو نتيجة للفهم الخاطئ زي ما أنت ما قلتي لموضوع القوامة مثلا، أو عدم العلم والوعي، وده من الأسباب، مفيش وعي ومفيش علم. نعم. أو إن أنا عدم فهم منظومة الدين وإيه اللي ليا من حقوق وإيه عليا من واجبات، عشان كده بيحصل الخطأ ده. الكلمة الاضطهاد الفكري ذات نفسه. دكتورة طيب سؤال، هل يمكن للزوج أن يكون الزوج، طبعا نتكلم على الزوج بعدين الأب والأخوة كذا الانضياب، هل يمكن أن يحب الزوجة ويراها أم أطفاله وفي نفس الوقت هو يضطهدها فكريا ويستنقص من قيمتها فكريا ويقنعها بنفسها أن عليها أن تقتنع بهذه الدنيا؟ في النوعية دي، لكن مش كل الرجال. أنا أعرف رجال وأعرف من الرجال والله رجال فعلا صدقوا مع هذا الله عليه، فعلا نحسبهم يعني مش نهج النبي. فاكرة ما قلنا الحديث كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة. هم دولة اللي ينطبق عليهم. أنا مش عايزة أجيب يعني وما موجودين دلوقتي، الناس موجودة دلوقتي وسمعيني وعارفيني. كيف كان الزوج واقف ورا زوجته علميا وفكريا ودعما وتربويا ودينيا، وازاي ان هو مش بس ان هو يعني طلعها من اطار ان هي شهاده متوسطه اعداديه لحد ما بقت طبيبه ومعاها سبعه من الاولاد، في الاخر هو مات شهيد. قلت ما هو اللي زي ده لازم هيموت شهيد، يعني هو الخاتمه لابد. الرجاله اللي زي دي ما بتعيش على الارض. فطبعا كون ان الواحد ينكر او نستنكر ان لا هو سمت ان في اضطهاد من الرجال والرجال ما فاهمه القوامه غلط وبتعمل موجودين، ممكن السواد الاعظم موجود، لكن في مش كل الرجال كده. انا قلت لك اعرف من الرجال اللي فضل ورا كانت شهاده متوسطه وكمل معهم ومع اولاد، وبيقول وقت الامتحانات اللي كنت بقف وساعد وعم نقول يلا هنجيب كشري هنجيب سندوتشات معرفش، لحد ما اتخرجوا بقت في طب وتخرجت وتوفاه الله شهيد ونحسبه والله حسيب، قصته معروفة ومش عايزين نقول الأسماء. وأعرف من الرجال اللي كان داعم لزوجته في موضوع القرآن لدرجة إن هي كانت عندها ثاء، بتنطق الثاء وتنطق الشين ثاء، يعني تقول ثجرة، وموجودة وهي سمعاني وشايفاني دلوقتي، وهي الآن معلمة قرآن، سازة قرآن في التجويد، وأنا مسميها فلانة النورانية. سمع لكم دعاء سمعك النورانية ليه؟ بسبب اللهم بارك فصاحة لسان. نعم. في ناس بتدعم فهم القوامة على إنها سلطة وحقي وأنا الراجل وأنا ليه وهو ده هو اللي، وإذا كان عاجبك ودي مصيبة وهو كده وإذا كان. هي دكتورة بس عشان نوضح الجمهور، كأن أنت الآن وضحتي لنا أن هنالك جزء من الرجال يمارس القوامة ممارسة خاطئة، لكن مع أنهم جزء قليل لكن الفعل الذي يفعلونه جرم كبير، لأنه يقع على نفس مسلمة مؤمنة موحدة لله عز وجل. أنت عارفة قوامة يعني إيه؟ يعني أنت اللي شغال عندها والله، إن هي اللي تخدم وهي اللي تكرم وهي اللي أنت تبقى قيم عليها. ما قوامة جامد أنت تبقى قيم عليها وعلى راحتها وعلى كذا وعلى كذا، هي معززة
هو الإسلام عززها واحد اتنين تلاتة، لها الزوج بينفق، لها الابن معرفش، لها المحرم، لها كل الكلام ده حاطة بيها. لكن أنا أفهم القوام على إنها كسر، ده غلط، ده جزء. الاضطهاد لما بيبقى حرمان المرأة من العلم أو إبداء الرأي أو تمييزها تمييز سلبي أو عنصري أو وصمها بوصمات أو منعها، ما دي برضو من ضمن الاضطهاد الفكر، إنها تختار حتى شريك عادة اسمه عدل المسلمة، عضل المرأة المسلمة، ما ضمن الاضطهاد الفكري. لكن موضوع إن أنا أجيب إن يحصل ويبقى فيه نوع من أنواع عدم التوازن الحقيقي ما بين قوامتي كرجل وأدير بيت وما بين إن أنا أضحك زوجتي أو أخليها أكسرها أو ألومها أو أنتقدها، ده بس في فرق بقى. معلش خلوني أقف هنا برهة مع الرجال، مع إن أنتوا حاسبيني إن أنا في صف الرجال وهذا ليس حقيقة، إحنا مع الحق. خليني أقول لكم على حاجة، ويا نساء ويا زوجاتي اللي بتسمعوني، عشان تعرفين بقول اللي واللي علي دلوقتي. لما تيجي مثلا أنت عندك، لك أنا بدرس علم شرعي وأنا بحفظ القرآن وهو منعني من حفظ القرآن ومنعني من العلم الشرعي، طب يا مسلمة يا مؤمنة اللي حكيتيني نص الموضوع والنص الثاني أنا أنت بتحفظي على ثلاث مشايخ وبتسمعي على شيختين كمان وتسهري طول الليل تذاكري وتعملي وتقيمي الليل وتصواها هكذا والله ما بارك، وبعدين تيجي يصحى نهار عيالك صحيهم لا أكل ليهم ولا شربة، وتقومي على بعد صلاة العصر وزوجك جاي قاعد في يوم الأجازة ما هو شايف نايمة أصلها صلت الفجر ونامت لأنها كان عندها تسميع بعد الفجر ونامت وكده قاعد تدرس علم شرعي، ده يجوز يا مسلمة يا مؤمنة يا زوجة يا صالحة؟ ده يجوز؟ مش ده اللي بنتكلم عنه، ده مش هنا اضطهاد فكري، ده انت هنا يعني انت قلب الموازين، فقه الاولويات. ان انا اطلع تقول لك ايه، انا اطلع علشان اتعلم صح، وهو مطالب ان يعلمك العلم الشرعي، ولو ما علمكيش العلم الشرعي ومطالب ان يجي من صلاه الجمعه يقول لك ماذا قال الامام. لكن لما اجي انا وتتعلمي علم شرعي لكن يعني اقول مثلا بتحيدي فيه، ده انت بتضغي فيه على حق البيت والزوج والاولاد بالشكل اللي انا بوصفه ده، بتنامي بعد صلاه وطول الليل نايم وطول النهار نايمه، وبناتك واولادك وكذا لا لهم اكل ولا شرب ولا على بعد العصر لما تقومي تعملي الحاجه، وزوجك في اوقات الاجازه مش شايفك اصلا انا كنت نايمه، لا ده غلط، ده مش صح. لكن امتى اقول انا ما بقولكيش ما تعلميش، انا واحده من الناس ما ولحد كده اقول لهم خدوني، لسه مطلعين علم كنا بندرسه من سنه 2010 طلع دلوقتي فيه بيعملوا فيه بحث، قلت لهم لا ده جديد انا ما خدتش اخده، تخدم؟ قلت لها ايوه اجي معاك وطالبه انا طاحب، ونطلب العلم من المهدي اللحن، لكن بشرط الا يتطلب ان انا اتعلم وان انا افهم وان انا، لاني طبعا تعليم علم شرعي عايد على بيتك وعلى زوجك وعلى اولادك نفسيتك ومرجعيتك لله سبحانه وتعالى، ان هو فايده لزوج. لكن فقه الاولويات، بيتك اخباره ايه، لقمتك ولقمه عيالك ولقمه زوجك عامله ايه، هدومه مكويه وجاهزه ولا الدنيا مكركبه وهاتها اصلها منشوره على الانتريه، منشوره على الصالون، القصه العظيمه. وبعدين بقى ايه الريحه، ما بقتش ريحه غسيل ولا دوي ولا بقت اي ريحه، الاوضه بتاعته لا ما اقدرش اتكلم في التلات امور، ويا رب ما تكونوش نسيته وانتوا حافظينه بتقولوا وراي، لقمته جاهزه، فرشته نظيفه، وهدمته يبقى لا يا حاج، والاوضه النوم مكان مقدس، العيال بره في الركنه مبهدلين دي في الركنه بتاعتكم، وتحدد الركنه كده ان شاء الله تعمليها، اعرف الله ام عملتها بحبل غسيل وحطت اكياس وبتاع ورسمت عليه ومش عارفه اي حاجه بتاع الاطفال ده، وحطوا العبوا هنا، خشوا بقى اعملوا، لكن ما اخشش اوضه النوم الزوج يدوس على اللعبه ويدوس مع، لا غلط. صحيح. ففي فقه ترتيب الاولويات، بيتي ما بنحكيش روحي نكتي لنفسك واعملي وتعلمي وكذا واثبتي اللي انت عايزاه، لكن اطلع اثبت نفسي وذاتي وقدراتي ومكانتي وانا مضيعه الاولويات خالص. عرفتي توازني ما بين الاثنين على راسي. طيب دكتوره، طيب دكتوره، مثلا في السياق المجتمعي احيانا يكون الرجل مقتنع بان المراه مكانها المطبخ، حتى ان خرجت تخرج لمناسبات اجتماعيه، افراح، لمات وكذا، وهو تطلع تخرج من البيت، لكن حينما تقتنع هذه المرأة بأنها يجب أن تتعلم وتتطور ويكون لديها طموح، يقف في وجهها عائق أو يقف أمامها عائق، مع أنه يسمح لها بالخروج لأشياء فارغة، ربما ده مهزوز ثقته بنفسه، أو ربما هو في سياق المجتمع، يعني هو وجدنا أباءنا على أمه، ما هي بتبقى إما عادات،
مواريث او مفاهيم خاطئه. نعم. او ان لا، هو مين قال الكلام اللي طلع لنا فلطه يعني بطوطه هتقعدي تعملي لنا ماستر ايه ودكتوراه ايه ويمنع هذا الامر. وانا بشوف الراجل اللي شايف يعني ان وجدنا بقى يعني مجرد ان انا مع الهوجه ومع الجمع، لا انا انت راجل لك عقل وتفكر، تعليم زوجتك او ان هي تتميز او تتعلم الامر معايد على عيال، ما طريقه تفكير عيالك النقاش والحوار بيختلف، طريقتها معاك ذات نفسيها بتختلف. يعني اوعى يعني ما مش صح برضو انك تقنعني ان 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 عدم تعليمها وعدم امورها بالامور حتى الدنيويه والاداريه وطريقه التفكير ومنهجيه التفكير بتتغير، فده خير ليه. وهو مين، ما احنا على نهج النبي، هو مين اللي كانت معلمه النساء؟ السيده عائشه. نعم. ونساء ورجال والله ما كانوا بيختلفوا في امر فقهي، كان يرجعوا للسيده عائشه مرجع قالوا لها سيدنا عبد الله بن عمر قال لازم تفك المراه ضفيرتها عند الغسل، قالت الا يامرهن بحلق رؤوسهن، يعني ما يقول لهم احلق رؤوسكم بالمر، لا ينفع طالما جدر الراس وتوصلي بيه البتاع، اما الضفيره لا تعملين. يعني طبعا ما شاء الله كان ضفيره من زمان يعني شعور بقى والحاجات. فطبعا كان ده خطا رهيب ان احنا، وكانت السيده عائشه مرجع. مين كان بياخد من الراي؟ المراه لا تسفى، راي السيده ام سلمه نجى الامه. الله اعلم كان هيحصل ايه لو ما سمعوش كلام النبي ولا ينزل ايه عليهم صحيح، استغفر الله. قالت له اذهب وانحر وضحي واذبح وسق وخلاص واحلق وضحي. اقول لك لحد ما الصحابه كانوا بيحلقوا البعض لاقين بس عملوا سمعوا كلام النبي. فراي المراه هو اللي نجاه، المراه كانت سيده اعمال. احنا لا ننقص من قيمه المراه، ولكن بنقول يا استاذه منى فقه، لكن يجي الزوج ويضحضها او هو ده مكانك وهو ده اخرك وانت تفهمي ايه، انت لا تفهم كتير. زوجة اينشتاين هي اللي عملت النظريه مع اينشتاين، الفريد بتاع العربيه زوجته اللي كانت معاه، نتكلم في فيزياء احنا دلوقتي وفيزياء نسبيه ونوعيه وكلام. نعم. لا يعني مخاخ. نعم. فانت ما تجيش تقلل من هذا الامر. في نقطه دكتوره قبل ما ياخذنا وقت مهمه جدا بخصوص. نعم. استخدام او الاضطهاد الفكري، يعني احيانا الرجل يقنع المراه بقناعات دينيه مجتزئه انها ان مثلا قالت له لا يضربها وهي ترضى بالمكوت معه ويضربها متى شاء. نعم. او يسميها كلام غير جيد وهي تظن ان هذا من الدين. نعم هذا ليس من الدين. اسمعين انا هو بقول لك، اسمعي ما هو انا بقول لك، ان قولي انا اشهد انا العبد الامل لله هاله سمير ان هذا منكر لا يرضي الله عز وجل، وضربه ليك ظلم، وانا لا ارضى هذا الامر، لا اساءه لفظيه ولا اساءه جسديه. وانت ما ترضيش كده، لسه مكلماني زوجه بتقول لي بندر، قلت لها ضرب، قالت لي او ضربني وفتح راسي وعورني بكذا وبتاع، قلت لها وبعدين، قالت لي بس وخلاص وجي وبعدين اتاسف وصالحته وكذا. وهتكرر كم مره؟ قالت لي على مدار 15 سنه. يعني انت جايه لي بعد جايب سليني ايه؟ سؤالك ليا ايه؟ بعد 15 سنه ده هيتغير ازاي؟ كانه بيقول يعني معادي معادي، يعني ما الناس كلها بتنضرب وانت بتنضرب معادي، يعني وفي ايه ان انا ضربتها؟ وهي عند اخر مره حصل ارتجاج في المخ من كتر الضرب. تقول عندها قطعه في مصورها لي فيديو، قطعه في اسفل دماغها ما بين القفا والبتاع بتمسك طريه بتتك عليها كده تدخل جوه من كتر الضرب. هذا اجرام، دي جريمه، ده مصيبه، ده ظلم بين، والله يحاسب ولا نسم، وانا مش مسامحاه الا اذا تاب واستغفر ربنا سبحانه وتعالى واسترضاك وانت رضيت. يعني دي حقوق عباده منى، يعني احنا بنتكلم في ايه؟ فما جاء او بقى ان ده دين وده قوامه، بص النتيجه بقى. يعني انا قلت لك الاسباب، قلت لك المظاهر. نعم. بص النتيجه، كره الشرع وكره الدين وكره كل ما يمت، ده الاسلام، انا مش عايزه الاسلام. وتطلع الحركات النسوية المتطرفة اللي بتطالب بعكس كده تمام. أنا مع أي حق يطالب به طالما من حقك الشرع، أنا أيدك ودعمك، لكن إن أنا أكون أقصى التطرف بالشكل ده من الممارسات الخاطئة باسم القوامة اللي منعت هذا الأمر، ومنعت مش اضطهاد فكري فقط، ده كمان نفسي وجسدي وعلمي وشرعي. ده انت حتى ده حتى في تربيتها لعيالها، يجي الولد يعمل يقول لها ما انت مالكيش لازمه، وابويا اللي عنده حق، انا اعرف انت اتجوزتها ليه، انا اعرف انت ماسك، وتخلي الاولاد اصعب الم على الام ان يبقى الاب بيعاملها بدونيه وبتحقير وبتسفيه وباضطهاد فكر ليها، وياتي الابناء يشربوا دم من الاباء ويعملوا امهم بنفس الامر. والله تقسموا، والله تقسم، ويأسم الأب إثم مضاعف، ويأسم الزوج إثم مضاعف بسبب هذا الأمر. ديننا مش كده،
هو حد ينسب ده للإسلام؟ الإسلام عز المرأة، المرأة المسلمة في عهد النبي كانت سيدة أعمال، المرأة المسلمة كانت صاحبة رأي مشرع الأمة كلها، والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ بيه. المرأة المسلمة راحت حجت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله الرجال لهم منك الجمع والجماعات والجهاد وما لنا نحن. قال لها أذهبي وعلمي من ورائك، جعلت لهم يوم الاثنين، جعلت درس النساء يوم الاثنين، واذهبي وعلمي من ورائك ان حسن تبعه لإحدى كنا لزاوية يعدل ذلك كله. مش معنى كده ان انا اكسرها، والله الملائكة تبتل عنك يا اللي كذا ويا اللي كذا ويا اللي كذا، مش راضي عنك منك لله يا ايه ده. هي يا اما تبقى يعني مش عايزة اقول المرأة كانت قبل الاسلام سقط متاع، انت عاملها ما والله وسمعتها بودني من راجل يهين زوجته، انت وعاء، انت مجرد وعاء للاطفال، ولا لك قيمه ولا دي تقيم بيت، والله ولا تقيم بيت ولا تقيم غيط ولا المصيبه دي. وانا الوم على كل امراه، شوف انا بقول لك اهو، لا تسمح باذائك ولا تسمح ان حد يتعدى عليكي. طب سامحيني، سامحيني لو كان عندك انت في الخلفيه كده تقول لك اهلي كانوا بيضربوني، واب كان بيضرب، وام كانت بتلوش كده، وده والله تحاسبه عليه، فتطلع مستمره الامر، اخو جوزها يديها بالشلوت، اخت زوجها معرفش تعمل لها ايه، حماتها تجيبها من شعرها يحرقوها وهي بتعمل، تقول لك السيخ اللي بيطلع العيش من الفرن علشان سهيت وعملت من الولد اللي عندها طفل بيرضع لسعوها في ظهرها. ايه وانت ساكته؟ وفين الراجل اللي اسمه راجل؟ انت فين زوجك؟ ده ظلم بين، احنا لا نرضى بيه، وما تقوليش ده اسلام. الاسلام اعز المراه. انا عندي كم سنه اشتغلين، مش بقول لك 50 اهو، بقول لك 50 على 50. وقتي قال انا عندي واروح يلا، ويا امك اللي سابت وهبت نفسها. انا كده يا عم طالما مش مقصره في البيت خلاص، طالما الدنيا تمام خلاص. طيب لكن يبقى بالشكل ده اضطهاد، واضحض فيها وكانها مسكينه، راجعين العصر حجري ما قبل الاسلام. صحيح. ايه ده؟ بقول لك على عهد النبي، في سنه النبي عليه الصلاه والسلام، سنه بعث النبي عليه السلام، كانوا بيناقشوا في اوروبا المراه انسان ولا لا، وكائن يعني يعتبر انسان ولا كائن زي الحيوانات. فدي الاسلام اعزك فلا ترضي بالدنيه. الله سبحانه وتعالى يكرمكم يا رب، اللهم امين. جزاك الله خيرا دكتور.